الكلمة الآن للسيد الأمين عثماني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، معالي الوزير، سيد رئيس اللجنة اللي نشكرهم بالمناسبة، سي طبيب سي عبد الله والأخت حسينة والأخ وكل أعضاء اللجنة اللي داروا بها مجهود محترم. وش نقول لك، أنا قبل أنا من مهام النائب ونقل انشغالات المواطنين داخل هذه القبة. كنت رحت شربت قهوة دوكا وجاي السيد الرئيس، درت تعني عينة، كانت خمس ولايات، خمس أشخاص، في الخمسة قالوا لي حصة الصحة بحاجة إلى صحة. دونك بالرغم من الإمكانيات الضخمة والإنجازات الكبيرة اللي هو واقع، ولكن عدم الاستثمار في المورد البشري والتسيير العقلاني للقطاع، كلهم متفقين أنه هذا ماكم الخلل. دونك الخلل وين راح؟ المواطن، المريض، الوزير، الطبيب. دونك سي ان تو. أنا نوافقك يقول لي كان منظومة صحية يعطي النظر فيها، أنا نوافقك. مي أنا من خلال قراءتي للقانون، أنا نقول لك بالك 470 مادة خضعت حقها بالمناقشة، أدرجت 14 مادة جديدة، حذفت 39، ولكن الأهم من كل شيء بنعطي الرجل حقه، متعلقة بالأرشيف الوطني وأرشيف المريض، وموضوع متعلق بحماية الطفل. عزز المنظومة الصحية، أعطاها الإطار القانوني في التطورات الخاصة بالبطاقة الإلكترونية للصحة. ملف طبي واحد للمريض، اقتراح بتسيير بطريقة تسيير المؤسسات الصحية. ولكن في نهاية المطاف، خلاص القول، ما يجدو الإشارة به أنه الاستثمار في المورد البشري في قطاع الصحة خاصة تكون في الشبه الطبي مثلا. أوني نول أنا غير الهضرة، حتى أنا 10 سنوات درت قيم ما خرجناش باراميديكال. هضرنا العلاقة، حبيت نفهمها بين مدير الصحة، مدير مؤسسة صحية، والرئيس مصلحة. وزيتي ان بروفيسور وزيت توجور بروفيسور وزيت ان بون ميدسان، مي اسمح لي، رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة، الحوار الجاد الجاد الجاد، الحظ دوكا ما فهمناش هذا الحوار، طب هذو راهم طلبة توعك لحد ساعة. لا لازم تكون مصارحة المكاشفة. أنا هضرت مع الطباء، المشكل يا خويا قال لك لي موان ترافاي، نبعثوا أربع الناس يباتوا في دار وما طلعوش لي موان ترافاي ونقولوا ما حبوش يتحاوروا، نو كاين مشكل أستاذ الوزير. يفو ما ترفع على هذا الشيء، حنا كنواب، أنا ما عندي حتى مشكل شخصي معاك، مي أون طوغ مي وزير وي. كاين أن بروبليم. إي نوتر ديفوار أون طوغ ديبيوتي. هاو لو رول تاعنا. راه مولاتنا هذو، فهموهم أسيدي قعدهم، قال هذه عندك الحق هذه ما عندكش الحق. مازلنا تاع قعد وما قعدش وجا وما جاش، استقبلنا خمس دقائق. أنا فو ديباسيز. دونك كاين المشكل، فوز أسيمي أون طوغ مينيستر تاع لا سونتي، أتحمل مسؤوليتك. بون، مازال ما ربطش في القانون، ديريكتور دو لوبيتال، وشيف سيرفيس، شكون يحكم في السبيطار؟ ريالمون تروح شيف بروفيسور هو اللي يحكم في السبيطار، ماشي المدير. نكون أونيت أفيك فو، كان ديكا وباباها. حل أنت بروفيسور، حل المشكل هذا. لي زومبيلونس. يا خويا فو بليدي مع الكوفرنمون، سارت مينيستر كوميرس دار بلوكا الاستيراد تاع السيارات، هذو اللي عطيتو لهم بروفي هذا ليسونس تاع الاستيراد، كان اللي فالي في كاي تشارج في اطار المنفعه العامه، انت تصنع سيارات الاسعاف. كاين ان بروبليم كي تجي امبورتي ما ينجمش ممنوع. مي اون توك مينيستر لا سونتي ما يقولش ميل با، الفو كي سمال. لا سي دي رياليتي، كون نقعد معاك انا عندي بالك واحد 50 نقطه. انت طبيب وكنت ناس ملاح وما زلت ناس ملاح، مي اون طوغ مينيستر يفو بوجي لي شوز. انا على بالي ولا غنظلموك، انا ما تشفاش عليا خطرة جبت لك طفل داويته وبرا الى في ان بروبليم. مي ريالمون استادير ما حبيناش، انت انسان مثقف متعلم تنحسب عليك في فتره، انت وليد القطاع قالها وجا كان عقب هنا وما دار والو، او التاريخ ما يرحمش. لا لا لا، انا المشكل المادة ما كانش، كان تعليمات صريحة من طرف رئيس الجمهورية، بات تلقى حل نهائي الناس هذو. أنا قصرت فيهم، كان ما طالب تاعهم والله معقولة يا راه. مي فاهمهم، قصر معاهم. وعلى ولادنا كي ترفع لهم يجي تكسر راس يخرج برا يضرب، كان مشكل. أسيمي سيدي بدل الستاف تاعك يا حل. اسدي ما كانش تعلم ثقافة في انتيفاسات، قال ما نجمتش نولي للطبيب كما كنت لاباس بيا وخلاص. أعطيكم الصحة بارك الله فيك. شكرا سيد الأمين عثماني. الكلمة الآن لسيد بلقاسم بن بلقاسم.